تفتح الكرة ليه في ماتش الاهلي والزمالك؟ يعني عايز تفاصيل بقى، وايه اللي كان في دماغك ان ساعتها كنا رفع الكرة ده كان ترند؟ احنا كنا كسبانين 1-0، الماتش بدا عادي، جبنا جون، وبعد كده الزمالك تعادل، واحنا جبنا جون، انا جبت الجون الثاني في الدقيقه حاجه 82 82 83. في نص الماتش كان في لاعب من الزمالك جنب الدكه بالظبط وقع، فانا بروح رياضيه عادي طبيعي وبنلعب على ارضنا، طلعت الكوره مع ان انا كنت ممكن اعمل هجمه، ممكن اجيب جون، فخرجت الكوره بره، فانا اكتشفت ان المدرب بتاعهم كان قصادي كده قال لهم خدوا الكوره وراحت وجون، فانا لا بحترمك وانت مش بتحترمني. فانا بعدها ما كانش دماغي اصلا ان انا اعمل اقف على الكوره، يعني انا دايما باجي العب اي ماتش او اي حاجه بحترم اللي قدامي، هو ممكن يكون متضايق متعصب، بس هو ده ما احترمنيش في نقطه معينه، فانا هي دي كانت جت في دماغي وقتها وعملتها على طول. يعني هو سبحان الله، يعني ربنا قدر ان انا اروح هناك عند الكورنر واعملها. لو كان رجع بيك الزمن تاني كنت عملتها؟ مش شايف ان دي مهاره خاصه، ولا دي بتبقى بتستقل شويه من المنافس؟ لا هي دي مش مهاره، بس مش بقالي منافس ولا حاجه، بس عادي، هي كانت وقتها كان حصل موقف وانا برد على الموقف ده عادي في الملعب.